هنالك تهديد كبير على البيئة البحرية، ليس فقط من مخلفات الجمهور على طول شواطئه، إلا من أيضا من الرأس المال الجشع، اللي أيضا هنالك اتجاه بإقامة مناطق أو محميات، مناطق بقلب البحار للبحث عن النفط والغاز الطبيعي. وهذا أكبر خطر كبير اليوم اللي بتواجهه المؤسسات البيئية، وبنعمل على منع هذا العمل مستقبلا. لذلك الاتجاه اليوم هو المحافظة على البحر، على البيئة البحرية، من الرأس المال الجشع اللي طبيعي بيهدد البيئة البحرية بإقامة التنقيب عن الغاز والنفط داخل البحار على طول البحر الأبيض المتوسط في بلادنا.